بفضل الكفاءات التونسية وبعد 8 سنوات من العمل والأبحاث، تمكنت مخابر ميديس للأدوية من تصنيع دواء الأنسولين لمعالجة مرضى السكري. دواء بيولوجي تحت مسمى جلونجين هو الأول في إفريقيا والعالم العربي. انطلقت الصيدليات التونسية في تسويقه وذلك عبر وصفة طبية. بديل بيولوجي هو ستانبيو سيميلير، لأول مرة في تونس نصنع أن بيوسيميلير، إن أنسولين بيوسيميلير في تونس في العالم العربي وفي إفريقيا. هالأنسولين جلارجين هذه التصنيع متاعها بقدرات تونسية 100%، والدواء هذا يستجيب لكل متطلبات الصناعة المعمول بها عالميا. دواء محلي جديد ستكون أسعاره أقل بكثير مقارنة بأسعار الأنسولين المورد، وسيوفر على الصيدلية المركزية التونسية أعباء مالية تقدر بأكثر من 30 مليون دينار في السنة. الدواء هذا معناتها مصنع في تونس ومش يتشرى من الصيدلية المركزية بالدينار التونسي، وبكلفة أقل كثير من الدواء المورد اللي هو كيفو اللي اليوم يوردوا فيه. واليوم لازم المواطن يعرف اللي الدواء المورد يعني مدعم 100% من طرف الصيدليه المركزيه بنفس الخصائص نتاع الدواء المورد، ولكن بسعر اقل وبغير دعم. دونك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مش يستنفع، المواطن مش يستنفع، الاقتصاد التونسي مش يستنفع. المنتوج هذايا عنده قيمه طبيه وعنده زاده قيمه ماليه كبيره، على خاطر باش يمكن للمجموعه الوطنيه من اقتصاد 63% على التكلفة متاع المنتوج المستورد. المنتوج هذايا يتباع اليوم في الصيدليات لعلبة متاع 5 أمبولات يتباعوا ب 137 دينار. البروجي هذايا متاع ميديس باش يتباع ب 17 دينار العلبة. أكثر من 20% من الشعب التونسي يعاني من مرض السكري، ما يجعل هذا المنتوج الجديد وفق مصنعه عنصرا أساسيا في وضع حد لاضطرابات التزود من الأنسولين الذي يعد من الأدوية الأساسية. باش يكون عندنا أن ستوك دي سيكوريتي على الأقل ديما 3 أشهر ستوك دي سيكوريتي، المواطن اليوم مش يكون مرتاح وما عادش مش يفكر في فقدان الدواء هذا. إن شاء الله معناتها الدواء هذا مش يكون موجود خلال طول السنة. الأولوية المطلقة هي للسوق المحلية. نحب نطلب مسؤولات مزيد الدعم خاصة في تطوير التشريعات، خاطر فما تشريعات ما عادش صالحة اليوم، ما عادش مواكبة التطور نتاع صناعة الأدوية. كيف تسهيل بعض الإجراءات، فما إجراءات اليوم في قطاع صناعة الأدوية اللي هي مطولة ياسر. كما يطالب مصنعو الأدوية من السلطة المعنية بدعم الصنع المحلي في مجال الأدوية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية ورفع الدعم عن الدواء المورد الذي انطلق تصنيعه بتونس.